أسرة الوفاق نرحب بكم جمعية الوفاق وكنشكركم على هذا الروح التضامنية مع إنجاح جميع أنشطتها برمتها. وهذا البعد وهذه المسافة اللي كتقترب عنا ما هي إلا واحد النوع ديال التشجيع باش كتشجعوا الجمعية باش تمشي إن شاء الله كل يوم نحو تحقيق مزيد من الإنجازات. ذاك عام جمعية الوفاق ثلاث مراحل حققوا لله الحمد واحد مجموعة ديال الإنجازات وركزنا في العمل ديالنا على تحقيق واحد البنية تحتية اتجاه المعارضة ديال التلفزيون نصرو في البرنامج الوطني في بعيدة على العالم القروي. وهذا الشيء كيطلب دائما واحد البنية تحتية أساسية باش نقدروا فعل هذه العزلة. وبالمناسبة هذا تصفية الطريق إن شاء الله كما كتشوفوا الله عز وجل الهبة الإلهية اللي جات بعد ما خلت الجمعية بواحد المجهود جبار في تحقيق البنية الأساسية في العمل ديالنا. و سبقنا واحد الطلب اللي بارك فيه الله سيدنا الله يسرو كنا هذا تصفية الطريق. وحنا كنشوفوا الآن في الأوينة الله عز وجل وفق لنا في هذا المشروع. بالمناسبة كنرفعوا هنا مصر الطيب لصاحب الجلالة الله يكون الله ينصرو ويوفقو بالخير وكنتمناو له واحد النفور ديال الصحة والعافية إن شاء الله. وكنتمناو الله عز وجل باش يحفظ فولي العهد أمير مولاي الحسن وسيدي مولاي الرشيد وباقي بسلامة ملكي الجليلة. إخوان كنجدو الشكر ديالنا لكم من جديد على هذا الروح. وكما قلنا العمل ديالنا الأول في تأسيس هذا الفريق مليحة بالصعوبة لأن البنية الأساسية اللي سبقت كان هذا عمل ميداني وكيتطلب منا مجهود كبير لا من ناحية التصميم ولا من ناحية المادية لأن العمل ديالنا اعتمدنا من البداية على إحسان هي الإحسان وكان السبب اللي خلينا باش نرسلوا سيدنا كان مطالبنا جد مهمة عرفوا بأن اليد البيضاء الكبرى اللي نقدر هذه العقبة هذه اللي كنشوفها دابا ديال الطريق اللي كيعزز البنية التحتية للدوار وبه غتعزز إن شاء الله العمل ديالنا وغادي نمشيو للأمام باش كنشوفوا حنا بأن حقنا بالفعل واحد العزلة. ودور الطريق في الحياة الاجتماعية ولا في الحياة الإنسان بصفة عامة كيعرف الإنسان أي واحد فينا كيعرف الدور ديال الطريق راه بمثابة الماء بلا طريق ما يقدر الإنسان يوصل حتى لشي حاجة. وان شاء الله ربي يجعل واحد الغايه ان شاء الله المساء الخير اللي ان شاء الله البرنامج ديال الواسع ديال الجمعيه. حنا كنعرف نبلغ لكم بان جمعيه الوفاق راه المبادئ ديالها والنقاوه العمل ديالها وهذا الشيء كيبان عليه العمل والنتائج ان شاء الله تمشي القافيه ديال الاحرار تمشي للامام ونحقوا المزيد من الانجازات. طبيعه الحال الناس اللي وقفوا معنا والمؤسسات العموميه والسلطة الإدارية اللي وقفوا معنا بإرشادات وتوجيهات والمساعدات والحمد لله هادشي ما نكرو حتى شي واحد كما ما غاديش نكرو عاود المحسنين اللي وقفوا معنا في هذا الجانب. وبالمناسبة نشكر واحد الأخ اللي هو ما حاضرش معنا الحاج دابو عبد الرحمن حتى هو مسكين من الناس اللي وقفوا معنا في هذا الجانب ما نساوش بالذكر معنا بالعقل. فالمحسنين القائمة ديالهم راه هادي زعما الله إذا شي حاجة نطلبوا الله عز وجل يوفق له العمل ديالو ديالنا. وبالمناسبة كانت لينا باش ناخذوا من باب الإكرام أنه غادي نشوفوا الإخوان ديالنا اللي خداو معنا هذا الهم ديال المسائل ديال البرنامج ديالنا باش نوجه القدرة لأن تعرفوا الوضعية ديال الجمعية الوضعية المادية ما عندناش شي دعم لحد الآن اعتمدنا على الاعضاء ديال الجمعيه والاخوان ديالنا في الخارج ومساهمه جد محدوده من طرف المبادره الوطنيه اللي عطتنا واحد الفرصه 2014 واحد الاصلاح ديال هذا بعد ما سبق العمليه ديال مركز الترباوي اللي كانت واجده فيه وسميتو النقل المدرسي المساهمه كانت مشتركه. وهل العمل ديالنا الميداني دابا في الطريق كنسمح له شركاء لا من الناحيه العمليه ولا من الناحيه ديال المنظمه اللي سبقنا باش درنا هذا الطلب فيه. وان
الجمعيه ما وقفت عند هذا الحد، لان كانت واحد الانجازات اللي جات تسلسليه لهذا، واللي كتبين لنا العمل الجبار والمستدام ديال الجمعيه، باش كنصبحوا بالفعل واحد الجمعيه اللي خلات على العاتق ديالها مسؤوليه تحديد هذا البرنامج الوطني، واللي وفرت فيه مجموعه ديال استسمح الى عرضت عليكم الانجازات وحصيله الاعمال التي قامت بها الجمعيه خلال هذه السنوات الست. اولا في العمل ديالنا الاولي بدينا بهذا البرنامج بهذا المكان، لان العمل الخيري كيتطلب الموقع باش نكونوا واقعيين كمؤسسه شبه اجتماعيه اللي غادي تنطلق بالاعمال ديالها، ضروري راه خصها واحد التواجد باش تكون معروفه، لان هذا الشيء باش يبقى واحد الاف وطني باش كتكون بالفعل تضحيه وطنيه، تخصنا بعد على الاقل فين غادي نحدوا هذا العمل ديالنا باش نكونوا حنا معروفين باي وجه من الواجهه. بعد ما هيئنا هذا المكان انطلقنا للطريق المحوري الرئيسي اللي اكتطبنا للطريق الوطني رقم 16 للوجده، خدمنا فيه وكما قلت لكم لا داعي باش نكرر هذه المسائل. انطلقنا سميتو بناء هذا اللي توفر على مجموعه الاخوان، كلكم طلعتوا على المرافق اللي كاينه في المركب، لا داعي للذكر ديالها. ثم قمنا ببناء سنة 2014 قمنا ببناء مدرسة الزاوية الفرعية مولاي علي الشريف اللي فيها بعض الأقسام وسكنتي المعلم، كان هذا البرنامج هذه الورشة هذه كانت في سنة 2014. منها إصلاح المسجدين، اللي كانت عندنا مرافق صحية مهلوكة، كان المجموعة ديال الإصلاحات تنسيق مع رجال المساجد طبعا من هذه المساجد، وقلنا واحد القنطرة هنا هنا بواد بوعبود على مساحة 90 متر مربع تقريبا. ثم محطة مائية بالدوار كما كتشوفوا هنا كان محطة مائية العمل ديالنا. ثم واحد المؤسسة محمد الخامس عطاونا سميتو الإسعاف، وهذه كانت سنة 2013، وحاولنا نسلو على النقل المدرسي اللي قلنا المبادرة الوطنية اللي سالف عليها في الجانب، وكل هذه المسائل اللي كتندرج في هذه البنية، لأن باش نحكوا لأن كان الناس كيتحرموا ممارسة الدراسة ديالهم باش يواصلوا العمل الدراسة ديالهم، القسم السادس كينقطعوا الدراسة لأن ما بقاوش عندهم فرصة باش يمشيو، وجات الفرصة باش حقنا هذه السيارة، تينا هذه السيارة ديال النقل المدرسي. ثم راح عندنا واحد السيارة لأجل النقل المزدوج، هذه باقي عاد الله ما تفرج فيها، وحنا على الأمل القريب إن شاء الله باش تحقق لنا الأمنية هذه، باش تكون واحد النوع ديال الدعم بالنسبة للجمعية، بالنسبة للفائض المالي ربما شي حاجة. ثم واحد الوسيلة ديال النقل اللي هي أساسية، لأن الدوار كيفقد هذه المسائل ديال النقل، ما عندناش حنا وسائل النقل رسمية اللي غادي نقل بها الإنسان المصلحة ديالو الخاصة باش يقضي الأغراض ديالو من الأسواق. فنبقى فكرنا بأن النقل المزدوج ضروري باش الإنسان كينول بعد واحد النقل اليومي. ثم السنوات الثلاث الأخيرة فتحنا واحد الإطعام، إطعام دراري تيقراو في تلميذ ديال القرية. عندنا واحد مجموعة ديال الناس كيجيو مساكين من الجبل بعاد 5-6 كيلومتر باش كيجيو عاد كيلتحقوا بالسيارة ديال النقل المدرسي. وهنا عندنا واحد المقرر عندهم في الثانوية، عندهم واحد البرنامج ان من 12 لواحد، يعني من 12 لوحدة اللي عندهم واحد الساعة ديال الراحة. هنا كنشوفوا ساعة ديال نص النهار فين غادي يمشي فيها التلميذ هذا، غادي يبقى يترمى وصافي، وما عنده باش يمشي لأن عارفين الناس دراوش ما عندهم والو مسكين، واضطرينا باش نفتحوا واحد الطعام هنا. وخدمنا به 3 سنين، لان العام قهقر لينا نظام الوضع المادي كما قلنا، ما لقيناش المساعدات باش غادي نستمروا في هذا العمل. راجي مستقبلا ان شاء الله لقينا شي فئه اللي توقف على فئه جديده باش نستمروا في هذا. ثم الجمعيه قامت كذلك بفتح شبكه من الطرق الفرعيه في الدوار، على صعيد الدوار ما بقاش عندنا شي مشكل سميتو في الطرق، لان كل شيء خدنا بواحد الطرق اللي قد استمر بعد سنوات معينه، ما نعانيوش من
القطاع ديال الطرق المسائية، الحمد لله هذه تحقق. وفكرنا في واحد البرنامج اللي هو اساسي، الملاعب ديال الطرق، كاين مجموعه ديال الشباب كيلعبوا هنا واحد البلاصه اللي هي ضيقه بزاف، ما تسمحش الممارسه ديال هذاك. كنا بانجاز واحد الملعب على مسافه 5000 متر، قال لي كنا مشكور الملعب ديال الكره، وكانت تكلفه صحيحه ديال الماديه صحيحه، ولكن تدعو للمنفعه. وكنتمنى ان شاء الله من سميتو المستقبل اذا كان شي مساعده باش نحاولوا نزرعوا ذاك الفيزو ديال الحطي ديال الارتيفيسيال الاصطناعي، لان جربنا الغازو الطبيعي مع جفاف معنا ديال الماء، هذا ما خدناش، وقفنا العمليه ديال هذا هو البرنامج اللي حد الان اللي عندنا. كانوا عندنا ان شاء الله كنفكروا بانه ان شاء الله في المستقبل غادي نحققوا، عندنا برنامج واسع غادي نحققوا المزيد من الانجازات بالعون ديالكم والدعاء ديالكم والعطف ديالكم والمساهمات ديالكم. راه نقول لكم الوفاق راه واقفه بهذا الوجوه ديالكم وهذا الخير اللي كيتكثر علينا، والحمد لله راكم وجوه السخاء وجوه العطف. وهذه المناسبة أكرر وجدد الشكر ونبي الكلمة ديالي أن بمناسبة هذا التكليف راه الشيخ عرفتو، وكنديروا هذه الندوبة الغداء إن شاء الله على شرف السي القائد المحترم اللي غادي يشاركنا ربما بواحد الكلمة إن شاء الله في هذا التكليف، ونعطي الكلمة إن شاء الله للسي عمر. هذا الرجل الفاضل واسع في عمل خيري عمله وانسان اداري، وهذا وهو مدير جماعه البركانيين المتعاطف على جمعيه الوفاق، وكنشكرو في هذا الروح، لان السي عمر ماشي جاي عندنا بشي حاجه غير عن بانه عرض الجمعيه الدور ديالها من الناحيه الاجتماعيه وهذا، وفي المنطقه الدور ديالها والحضور ديالو معنا اخونا واخو اللي ادي الوفاق، وكنت مشكور ان شاء الله باش يكون ان شاء الله. السي مولود مخلري بن احاط بجمعيه ومضامينها وما قامت بها، اذا احنا نحن كذلك نشكر جمعيه الوفاق الدوار الزاوية على هذه الإنجازات اللي قامت بها، وهذا يدخل في إطار تنزيل مقتضيات الدستور 2011 في إطار المقاربة التشاركية وفي إطار دور الجمعيات المجتمع المدني في التنمية. هكذا ستكون الجمعيات وإلا فلا. أما جمعيات الوفاق فقد قامت بمنجزة جبارة لا داعي لتكرارها، بما فيها المقر، فيها الملعب الرياضي، النقل الدراسي، الصحة، من الناحيه الدينيه المساجد المدارس، وفك العزله حيث اصبحت مندوبيه موارد الغابات تستفيد من الطرق المنجزه من طرف دوار جمعيه الوفاق، وما زياره السيد عامل السابق الى المنطقه الا بادره طيبه، لانه هما اللي وصلوا لواحد المجال الغابوي اللي كان غادي يتحرق، وجبر بان جمعيه الوفاق هي اللي نجزت هذاك الطريق. هذا من جهه، من جهه كذلك نشكر الاخوان المهاجرين في الخارج وابناء المنطقه الذين طبقوا فكره الرجوع الى اصل الفضيله، حيث بمجهوداتهم ومجهودات الاخوان وبتنسيق مع الاخوان هنا في الدوار قاموا بجهود جباره بانجاز هذه المرافق الاجتماعيه التي ترونها كذلك، وبمنجزتها تفوق منجزات بعض الجماعات الترابيه بالمنطقه لمجهوداتهم ومثابرتهم في العمل، وحظوا بثقة حتى من طرف السلطة الإقليمية، سواء السلطة المحلية أو السلطة الإقليمية، بثقتهم وبعملهم الطموح الذين قاموا به وما زالوا يقومون به، وفي إن شاء الله في القريب العاجل سترون منجزات كثيرة بفضل مجهودات الإخوان في الجمعية، ونحن فخورون بذلك، ونحن بدعمهم المعنوي مستطيعون وحاضرون، ولا ندخل عليهم باي افكار طيبه، وبرنامجهم كذلك برنامج جد طموح، الا هذا يدخل في اطار التخطيط الاستراتيجي الذي يقومون به في اوجه تنميه المنطقه والدوار، رغم انهم بعيدون لان السيمون دارها جاري في النظور، رغم ذلك سمح في دارو وجهنا باش غايور على المنطقه، والاخوان كذلك احنا كنعرفوهم انا من بعيد ومن قريب، ولكن الفضل يرجع اليهم في فك العزله، لا من الناحيه المعنويه لان دوار الزاويه ما كانتش معروفه،
رغم انهم مناضلين وفقهاء واطباء ودكاتره تخرجوا من الوفاق ابناء الوفاق. الان جاء دور الوفاق الجمعيه اللي استطاع انه يبرمر واحد الفكره تعريف لمنطقه الزاويه التي اصبحت معروفه لا في الاقليم ولا على الصعيد الوطني. هذا الشيء اللي نقول للسيد لا بحقيقة أنا يعني الشرف أنني جيت تواجد في هذا المقر ديال هذه الجمعية. أنا كيحسن الشرف كنجيها كل مرة لأنه صراحة جمعية مواطنة، جمعية مواطنة بمسيرة ناس كيشوفوا في المصلحة العامة، عمرو جاو عند القيادة يشوفوا مصالحهم الشخصية، الهم الوحيد ديالهم هو دوار الزاوية والمشاكل ديال دوار الزاوية والمشاكل ديال الناس ديال دوار الزاوية. انا كنقول لكم بلي الجمعيه عندكم مفخره وخص كما انا كنعتز بها انني قائد اللي خدمت معاهم حتى نتوما كساكنه خصكم تعتزوا بهذه الجمعيه وتعتزوا اكثر بالاعضاء ديالها لانهم انسان غيورين جدا جدا على المنطقه، غيورين بزاف على المنطقه، كيجريو في الصالح العام ديال المنطقه. وانا عاشرت معايا 4 سنوات راه كنقولها المولود كيضحك، راه المولود راه الشعر ديال راسو طاح على هاد الطريق. فما تزفتش هاد الطريق غادي يوقع فيها شي مشكلة. خاص حتى سي واحد يطيح له الشعر هو. قال لي طاح له الشعر في الجمعية وصبط. صراحة راه إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. هذه راه سنة إلهية، ما نحتاجوش نذكروا بها ولا كل واحد يعرفها. الانسان اللي كيتمشى بالخير ربي اللي غادي يجيب له الخير، ونتمنى الله سبحانه وتعالى ان هذا الطريق تكون فاتحه الخير على المنطقه. حنا كنعرفوا اي اقلاع اقتصادي ولا اجتماعي ولا ثقافي لشي منطقه راه الا ما كانش مفكوكه العزله ديالها راه ما كاين والو. هذا الطريق ان شاء الله كما كانت طريق الوحده في الواحد في الستينات كانت اللي ربطات ما بين كان عندها واحد الصدى تاريخي مازال حنا كنفتخروا بها، ونتمنى انها تكون هاد الطريق حتى هي مفتاح ديال الخير للناس ديال الزاويه ان شاء الله. وكنلتمس من الناس ديال الزاويه يعاونوا هاد الجمعيه هادي لانها جمعيه كما قلت جمعيه مواطنه وتسعى الى الصالح العام. وانا ما دمت على راس هذه القياده المكتب ديالي مفتوح ليهم. السيد المندوب فاضل لا تشكل بشيء حسب هذا من حضور ذلك نشكر الاخوان الناس اللي حتى شي واحد من الاخوان الكرام اللي باش هكا شي كلمه ديال ولو بدو تفضل احنا شي راه عائله واحده كنهضروا بصفه مع المسائل اللي كنداروا هنا. هذا اللي سميتو البرنامج ديال جمعيه الوفاق راه برنامج وطني، حنا هذا الشيء اللي كان في الحياه ديالنا في سبيل هذا الوطن. لا ما غاديش ناخذ شي حاجه الدنيا الا ما وقفش المجتمع المغربي بصفه عامه باش يمكن المسائل راه ما غادي يصبح حنا اللومه كتعود علينا الاول. لا اي واحد في شي بلاصه يقدر يدير شي حاجه يقدر يدير. لا ماشي المحاسبه انه علاش